هذا الحدث الذي نعتبره نهاية سنة أمنية نستحضر من خلالها الجهود الجسام التي يقوم بها موظفو وموظفات الشرطة العاملين على جميع المستويات، وكذلك مناسبة تحليلية لكل المعطيات المسجلة خلال السنة الماضية لدراستها وخلق أو طرح وسائل للقضاء على كل ما سجل، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العنيفة التي تستهدف المواطنين وأرواحهم وكذلك ممتلكاتهم. إذن هي سنة نجعل منها مرحلة والانطلاق لسنة مقبلة، نرتكز على ما هو إيجابي في السنة الماضية ونؤسس لسنة أمنية مستقبلية بناء على معطيات قد تكون معطيات غير مرغوب فيها بالنسبة للمصالح الأمنية وبالنسبة للمواطنين. وعموما شعارنا لهذه السنة وهي أننا شرطة مواطنة في خدمة المواطنين المغاربة لمدة 63 سنة، ونعدهم بأننا سنبقى في خدمتهم أوفياء لطلباتهم، صرحاء معهم في جميع المستويات، يدنا ممدودة إليهم في جميع المناسبات من أجل التواصل، من أجل تبادل الرؤى، من أجل تبادل الأفكار لخلق بلورة استراتيجية أمنية تشاركية في المجال الأمني وعلى جميع مستوياته.